وسهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو سأقوم بشرح كيفية قياس المسافات على خرائط جوجل. طبعا العنوان هو نكتب Maps جوجل هكذا، إذن جوجل مابس. أذهب مثلا إلى بغداد، هذه هي مدينة بغداد، أريد نقيس مساحة مدينة بغداد من هنا إلى هنا. فالطريقة هي أن نقوم بكليك يمين Measure Distance، نضغط هنا ثم هنا، بعد ذلك نضغط هنا وهنا ثم هنا وأخيرا هنا. صار غلط، حدد هكذا. إذن هذه المساحة، مساحة مدينة بغداد، هي تقريبا 693 كيلومتر مربع. ممكن نحاول نسحب، نعرض من هنا حتى تكون المسافة أكثر دقة. 765 كيلو متر مربع، جيد. الآن نقيس مسافات، مثلا مسافات طويلة، مثلا من بغداد إلى دمشق. نعمل هيك آخر هنا، نضغط هنا ثاني. المسافة بين بغداد ودمشق 774 كيلومتر. إلى الحدود تقريبا هنا 500 كيلو. والمسافة بين بغداد وعمان مثلا 781 أو 773 كيلومتر، ومن بغداد إلى بيروت 874 كيلومتر. نلغي هذا القياس ونذهب مثلا حتى نتعلم كيفية نقيس هذه المسافات. مثلا نفرض نقيس من بغداد إلى البحرين، أو نقيس من بغداد إلى الكويت. هنا عندنا بغداد وهنا مدينة الكويت، والمسافة هي 585 كيلومتر. ولو قسنا المسافة إلى الدمام نسحبها، تصبح المسافة 981 كيلومتر. ولو قسنا المسافة من بغداد إلى تونس تصبح المسافة 3316، ومن بغداد إلى فرنسا 3829 ألف كيلومتر. طبعا هذه القياسات كلها مضبوطة تماما، يعني ليست خيالية. ومن بغداد إلى بولونيا ألفين وثمانمية وثمانية وسبعين، من بغداد في إلى مكان ما في تركيا، أو إلى كونيا، أو كونيا 1211. يفضل طبعا لما تقيسون المسافة تكون الصورة قريبة. ومن بغداد إلى أيدن
1600 كيلومتر. وهكذا أصدقائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السريع، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.